يقول في أحد الروايات الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه في الآداب المروية في زمن الغيبة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الحديث طويل، لكن احنا مأمورين بالمرابطة على أهل البيت سلام الله عليهم. كيف نرابط على أهل البيت سلام الله عليهم؟ المرابطة على أهل البيت بلزوم قبورهم الشريفة، هذا واحد، بطاعتهم، بأحكامهم، بإحياء أمرهم في هذه المجالس. كل ما عندك صلة بمجالس أهل البيت كلما تكون أقرب إلى أهل البيت سلام الله عليهم. شوف الآن إحنا أقول لكم بصراحة، كلنا الآن جالسين، صحيح الله يطلع على النوايا، النوايا صاحب النية التقية السليمة هو أقرب إلى الله، إحنا ما علينا، عالم النوايا الله يحكم به، لكن عطائنا إلى أهل البيت سلام الله عليهم. أنتوا يا شباب ارتبطوا بأهل البيت سلام الله عليهم طول السنة، المجالس بالبيوت احيوها، مجالس بالبيوت، اقرأوا عن أهل البيت سلام الله عليهم، اقرأوا حديث أهل البيت. هذا مجلس الآن مشاد، هناك له مؤسس، هناك سلف قائمون على هذا المكان الشريف، هناك من يخدم، هناك من يرقى المنبر، هناك رادود، هناك من يرفع المصحف، هناك من يحضر. الحضور جدا مهم، لكن يجب أن نرابط على أهل البيت، يكون عندنا حضور فعال وخدمة فعالة، حتى إذا كان إحنا كلنا إن شاء الله تشملنا شفاعة محمد وآل محمد. الإمام الصادق يقول: تنافسوا بالدرجات. إحنا إذا كان عندنا ولاية ومتدينين إن شاء الله، شيعتنا من أطاع الله، يجب أن نتنافس، نسعى إلى أهل البيت بزيادة درجاتنا في الصف الذي مدح الله سبحانه وتعالى أهله، نكون متقدمين، النوايا طيبة ناصعة، علاقة مميزة مع أهل البيت، حياتنا حياة أهل البيت، حياتنا مع أهل البيت. دائما ندعو: اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. دائما مع أهل البيت، لا إلى فلان ولا إلى فلان، ولا تيار ولا لون ولا حزب ولا راية، لا سياسية ولا غير سياسية، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، نكون معهم حتى تشملنا إذا كنا معهم، لأن هذا خط مستقيم في الحياة. إذا كنا معهم في الدنيا حملنا رايتهم في الدنيا، كنا تحت رايتهم في الدنيا، تحت راية محمد وآل محمد. من ضمن المرابطة الحزن الليل على أمير المؤمنين سلام الله عليه، الحزن التفجع على أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه الليلة الإمام الحجة المنتظر هو المعزى بجده أمير المؤمنين. في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.